موضوع طريق المنطقة الغربية في رام الله، شارع الموت كما يسمى هذا الشارع اللي بتمر منه سيارات من 29 قرية من أكثر من 3 سنين وإحنا بنحكي في الموضوع، وحتى لما بدأوا تأهيل الشارع صار في مشاكل كتير على الموضوع، وطرحنا قضية الشارع هذا قبل أيام على أمل الوصول إلى حل. اليوم نقابات النقل في المنطقة الغربية بتعلن اعتصام يوم الأحد احتجاجا على يعني بما أسموه التجاهل والتهميش والتلكؤ في إنجاز هذا الشارع. ينضم لنا عبر الخط الهاتفي السيد فارس ناصر رئيس مجلس قروي دير قديس. أستاذ فارس صباح الخير، أهلا بك معنا. صباح الخير إليك والسادة المستمعين جميعا. يعني هذا الشارع طال انتظار إنجازه، وهناك غضب نتفهمه من أهالي المنطقة الغربية، والآن يعلن عن اعتصام يوم الأحد من قبل نقابات النقل العام اللي قالت إنه لا يوجد نقل عام غرب رام الله يوم الأحد. ما هي الصورة لديكم؟ يعني زي ما قالوا أيام الحرارات قد هرمنا من هذا الشارع، التلكؤ وعدم المسؤولية تجاه هذه المنطقة الحيوية. هذا الشارع شارع بتونيا عين عريق تجاه الغرب، شارع حيوي يخدم مجموعة كبيرة من القرى والتجمعات الفلسطينية. بعد ضغوطات كبيرة ووافقوا على تأهيل وتعبيد الشارع، ولكن للأسف امتدت عملية التأهيل وتعبيد أكثر من أيام المطالبة بتعبيد الشارع. نعم. بعد ضغوطات ولقاءات ومشاورات واجتماعات وزيارات لمسؤولين توصلنا إلى بعض الحلول، ولكن للأسف ينجز يوم ثم يتقطع أسبوع أسبوعين وشهر شهرين بالعمل. طبعا المتضرر رقم واحد من كل العملية هي أصحاب السيارات النقل العام. يعني يوميا بمروا من الشارع عشرات المرات أو فسياراتهم تعرضت للأذى، وهذا سبب لهم أيضا خسائر فوق الوضع الاقتصادي السيء اللي منعيشه جميعا. تداعت السائقين، تواصلوا معنا نحن الهيئات المحلية من أجل وقفة يوم الأحد، اعتصام تجمع يعني بأي شكل من الأشكال. وين رح يكون التجمع؟ رح يكون يعني باتجاه بين عين عريق وكثيف الخواجع بالمنطقة هناك، رح يختاروا يختار منطقة هناك اللي نحافظ أوش على اعتصامنا، في نفس الوقت نسمح للحالات الإنسانية تظل مارة، لأن احنا برضو احنا يعني مش معنيين نكون الهدف مش تعطيلي. صحيح بالضبط، يعني احنا بدنا نخدم أنفسنا بالأول والتالي، يعني إغلاق الشارع نهائيا هو مضرة إلنا قبل غيرنا، لكن هي بدعوا وسائل الإعلام للحضور من شان نقل الصورة إلى المسؤولين إلى أصحاب القرار بهذا الموضوع. أكيد. يعني من خلال تواصلكم مع كرؤساء هيئات محلية مع وزارة الأشغال، شو كانت يعني يعني تحكي لكم الوزارة بخصوص الموضوع؟ يعني هذا المشروع يعني تشعرين في حلقات مفقودة، غابت كثير من التفاصيل أثناء النقاشات ما بين وزارة الأشغال، ما بين المكاول، ما بين بلدية باتونيا. عندما نكون مثلا نقترب نقول بكرة أو أسبوع الجاي بلش تعبيد، بيطلع لنا على الخط إما البلدية، شركة كهرباء، الوزارة بدهم يعدلوا، بدهم يعملوا، بدهم يضيفوا، بترد نبلش من أول أبو جديد وهكذا. يعني إحنا يعني حتى التفاصيل تقعد مع واحد أعطيك تفاصيل كاملة متكاملة، أعطيك خطة بناء على خطة محكومة مرسومة، بتلاقيش لا عند وزارة الأشغال ولا عند المكاول ولا بلدية باتونيا حتى. فبتلاقي كل واحد يتذرع من ناحيته وبهاجم الجهة الأخرى. نعم. وإنتوا كرؤساء هيئات محلية رح تشاركوا في الاعتصام معناته يوم الأحد مع نقابات النقل؟ أكيد طبعا. نعم أكيد. تمام، شكرا جزيلا لك الأستاذ فارس ناصر رئيس مجلس قروي دير قديس.